فيش؟ ترفع معايا البمبلة متاع الغاز. يا بنيتي وش تعمل انتي لهنا؟ وشكون حط هيلك لهنا؟ عمو اللي بيع البمبلة. عمك خليك طفلة صغيرة هكا بضبط غاز. نزل هيلي وراه. ما عندكش بوك معاك حد شكون؟ لا كلهم في شغل. حد وين باش ترفع؟ وين؟ للحوش. فين الحوش؟ في الدور الثالث. غاز غاز ايش فيها هيك؟ غاز. هذا غاز؟ متأكدة؟ غاز. ايش لا خلاص ما دام حاولت نلبس ترفعها. فارق بس يا بنية خيرك ما قدرت ترفعها. ما قدرت توم حاول. ما حبيتش تتهز. شنو حاطين فيها؟ بنبولة غاز عادي. في وين عادي؟ يعني نص فيها ما حبيتش تتهز. ما قدرت ترفعها. ما قدرت. شكلك رياضي وعضلات. يا حشومك. يا رياضي. تبي حلوة. هاري الطفلة صغيرة. طفلة صغيرة مش هتنهي. هي خلتك البنبلة. تجي تشيل معايا. رزينة ما جيبش نهز. عندي ساعة فرع فيها. قيل عليك. لا ما قدرش. حاولت نهزها ما حبتش. ساعدني عمي. عمي ايش بيك؟ ترفع معايا البمبلة. وين؟ للحوش. الحوش وين الحوش؟ في الدور الثالث. كم اسانسير على الاقل؟ فيه مصعد. هيك من هذاك ربي خلاني ممكن تساعدني. تعال درسون. ممكن ترفعني البمبلة؟ بلاش هذا بس. يلا حبيب يلا. كنت وحدك انت؟ بلا ترجع باش يعملوها ترجع فوزني. شباب العلا يلا.
حاولت ملابسه ترفعها. مش نحاول يا بنتي ما عادش تهز قبل قريب. طيبة شباب العلماء قدروا يرفعوا البامبلة. قدرتوا ترفعوها؟ خلي عليكم. قدرت ترفعها؟ خلي عليك. عند الحق. يعني ما شو جاز هذا؟ ساعدت هنا وقلت لها تساعدني انت ترى شوي عيش بيه. طيبه شو نتسوي؟ سلام خويا. سلام. شو نتسوي؟ ليش تعبي عمو؟ قلت له دقيقه ونجي. قلت له دقيقه ونجي. خلاص ليش تعبي في عمو طيبه؟ معقوله هكا؟ آسفة يا خويا مصحة فيا ما فيش مشكل. خلاص يلا متشكرة باي. يلا طيبة. طيبة تسوي؟ ليش التعبي في عمو؟ سلام. ليش التعبي في عمو؟ آسفة يا أخويا. يلا طيبة متشكرة معلش. معلش نسيت مفتاح البيت في السيارة. ممكن نروح نجيبها؟ نمشي نجيب. معلش نروح نجيب المفاتح من السيارة ونرجع. خلاص جنبك البمبل علي. يسرقوها. نجيب المفتاح دقيقة بس. يلا طيبة دقيقة بس نجيب المفاتيح.